اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من النيل المباشر، نستعرض خلالها اهم الملفات المطروحه على الساحه. وفيها الرئيس السيسي يشهد احتفاليه وزاره الاوقاف بليله القدر ويدعو الى مواصله الجهود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الاسلام. وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يؤكد أن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه. أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر إلى مواصلة الجهود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام. كما هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم. ليلة اختصها المولى عز وجل بمزيد من البركات والفضائل بأن أنزل فيها القرآن الكريم وأعلى من شأنها وضعف من أجرها وعطاياها هي ليلة القدر. وبهذه المناسبة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمركز المنارة للمؤتمرات. إن هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا ومس جميع مناحي الحياة. تغيير هائل جذري كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله والانطلاق نحو الجد والاجتهاد بعزيمة لا تلين وإصرار على تعمير الأرض والصبر على المكاره والتحمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية. الرئيس السيسي دعا خلال كلمته بهذه المناسبة علماء الأمة إلى مواصلة الجهود لنشر الخطاب الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام، وتوجه بالتحية أيضا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. كما أوضح الرئيس أن الدولة تسير على طريق العمل المخلص والدؤوب مستندة إلى توفيق الله وقدرات الشعب المصري. هذا الطريق طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكاناته وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس السيسي الفائزين في المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية من حفظة القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين. كما كرم الرئيس حفظة القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم. وفي كلمته دعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب إلى حقن دماء المسلمين ووقف الاقتتال بينهم. وأصدق الدعوات بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات، وأن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق قادة الأمة وعلماءها وحكماءها وأصحاب الرأي فيها إلى الأخذ بيدها إلى بر السلام والأمان وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات. وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجه الشكر للرئيس السيسي على عنايته بعمارة بيوت الله وتحسين أحوال الأئمة. يطيب لي سيادة الرئيس أن أتوجه باسمي واسم جميع أئمة الأوقاف والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسيادتكم
على عنايتكم الكريمة بعمارة بيوت الله عز وجل مبناً ومعناً، لتصبح منارات عظيمة لنشر صحيح الدين، تسهم في بناء الإنسان والأوطان، تسهم في بناء الإنسان والأوطان، وتدعم حق العيش الإنساني المشترك. كما نشكر جميعاً حرص سيادتكم الدائم على تحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة. يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد سير الفلك والروح والملك بالأمر. على رشوان النيل. ولمزيد من التحليل والمتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور محمد العربي، عضو الرابطة العالمية للأزهر الشريف. دكتور محمد، برحب بحضرتك. دكتور محمد، أهلا وسهلا يا فندم. ألو دكتور محمد. ألو، السلام عليكم. نعم، يعني كيف ترى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على التواجد في مناسبة الاحتفال بليلة القدر وتأكيده على أهمية نشر صحيح الدين ووسطية الإسلام؟ بداية، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية والعربية بخير. بمناسبة ليلة الاصطفاء وليلة التفضيل، وهي ليلة القدر، والاحتفال بها يؤكد اهتمام الدولة بخدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وإعلاء كلمة الحق كتابا وسنة. اعتدنا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كثير الاهتمام بالقرآن وبحفظة القرآن، ولا أدل على ذلك من تكريمهم في مناسبات عديدة، منها المولد النبوي الشريف وأيضا ليلة القدر وكثير من المناسبات التي تؤكد اهتمام سيادته بالاحتفالات الدينية وبالجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي الذي يمثل الأزهر صمام أمان الله. وأيضا يعني هذا الاهتمام من سيادة الرئيس وجدناه في أكثر من محفل وفي أكثر من إشارة وتنبيه إلى ضرورة توصيل صورة الإسلام الصحيح والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. وهذه المعاني يعني مستنبطة أيضا من نص القرآن الصريح الحكيم الذي يؤكد فيه المولى سبحانه وتعالى وجوب أن تكون هناك أمة من أهل الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه المعاني كلها مستنبطة من صريح النص القرآني المقدس الشريف. نعم، الرئيس السيسي أيضا قال إن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكر والتأمل. أهمية يعني الغوص في هذه المعاني والتفكر والتدبر في دلالة ليلة القدر. يعني التفكر والتأمل في هذه الليلة على التحديد، خاصة إذا وقفنا عند معاني القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي في القرآن سورة باسم ليلة إلا سورة القدر التي أسماها باسم هذه الليلة العظيمة وخصها بأربع خصال. الخاصية الأولى تنزل القرآن العظيم في هذه الليلة والذي تحدث الله عنه بلسان العظمة فقال إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم تنزل الملائكة في هذه الليلة وتنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام في هذه الليلة. ثم إشارة أخيرة إلى الأمة الإسلامية كلها لما قال المولى سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه رسالة تؤكد وجوب نشر السلم والسلام بين الناس، بين الأفراد وبين الجماعات، بين الدول وفي كل المجتمعات. نتلمس هذه المعاني العظيمة من هذه الليلة العظيمة التي تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام، بداية من تنزل القرآن إلى قول الله سبحانه وتعالى سلام. الإسلام دين سلام، الإسلام جاء لينشر السلام. معاني السلام في القرآن الكريم جاءت في 400 آية، والله أثنى نفسه بالسلام ليحببنا إلى نشر هذه الثقافة ونشر هذه الفريضة إن شئت أو إن أردت أو إن قلت، وتأكيدها
في هذه المعاني الحياتية والمعاني الدراسية والمعاني التعليمية والمعاني الثقافية والمعاني الإعلامية التي يجب أن يتعامل بها كل الناس. نعم، الرئيس أيضا قال في كلمته أن الأمة الإسلامية تتطلع إلى التعريف بجوهر الدين الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. كيف ترى دلالة هذه الكلمات في ظل ما يعانيه العالم حاليا من أزمات متتالية؟ يعني كما نعلم جميعا أن سيادته سبق أن تحدث عن وجوب تجديد الخطاب الديني، وهي إشارة بالغة الأهمية، ويجب على كل المعنيين بالشأن الديني أن يرقبوا هذه الكلمات وأن يهتموا بترجمة هذه الكلمات إلى واقع ملموس في حياة الناس، بداية من الدعاة والأئمة والوعاظ والواعظات وكل ذوي الشأن وأهل التدريس وأهل البحث وأهل الدرس وأهل الثقافة وأهل التعليم وأهل الإعلام. لابد أن تكون هناك مناهج حياتية واقعية لتجديد مفهوم الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني ليس معناه تغيير الثوابت كما يزعم البعض، بل إننا نسقط الخطاب الديني ونسقط المفاهيم الدينية الأصيلة على واقعنا المعاصر، وهذه آراء نجد أنها مستنبطة من كلام الفقهاء، من كلام الفقهاء القدامى وكلام الفقهاء المعاصرين. فنحن لا نمس ثوابت الدين بحال من الأحوال أو نصوص القرآن بحال من الأحوال، وإنما نحاول أن نأتي بهذا الفهم الذي يتواكب مع منتجات عصرنا ومقتنيات عصرنا ومنجزات عصرنا، حتى نكون أمة حقيقة بأن يتنزل فيها هذا الكتاب. وكما قلت في بداية الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا لما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هي أمة تعي تجديد الخطاب الديني، وهي أمة تتحدث إلى العالم كله بلغاته لا بلغتها، وهي أمة تتحدث إلى العالم بثقافاته معتزة ومعتمدة ومرتكزة على ثقافتها الإسلامية الأصيلة، وهي أمة أيضا تعي مفهوم هذا الخطاب وتعي مفهوم تجديد الخطاب ومفهوم إسقاط الخطاب على واقعها المعاصر، حتى لا تكون أمة بائدة أو حتى لا تكون أمة تراثية تتحدث عن قديم ليس له امتداد في واقع الناس أو في واقع حياة الناس المعاصرة. نعم، الرئيس أيضا وجه التحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والأئمة والدعاة على جهودهم في نشر تعليم الإسلام الوسطي وصحيح الدين والتعريف به، يعني كيف ترى أهمية هذا التقدير من جانب الرئيس؟ يعني عهدنا من سيادته أنه في كثيرا من المناسبات الدينية، بل في كل المناسبات الدينية، يعني يلقي الضوء على دور الأزهر الشريف على الأقل، ثم يعني يعقبه بدور الأوقاف والدعاة والأئمة في إيصال المفهوم الوسطي للإسلام الصحيح، هذا المفهوم الذي يدعونا جميعا للتفكر والتأمل في رسالة الإسلام التي جاءت للناس كلهم، ومن ثم وجدنا أكثر الخطاب القرآني لعموم الناس، لم نجد أن هذا الخطاب قاصرا على المسلمين أو قاصرا على المؤمنين، بل جاء الخطاب ممتدا إلى عموم الناس في 79 آية بأنواع مختلفة من مدلولات الكلمة وسياقاتها في القرآن، بل طال هذا الخطاب جميع أركان الدنيا ومس جميع مناحي الحياة ليؤكد وسطية الإسلام ويؤكد وسطية جوهري هذا الإسلام وإمكانية هذا الدين العظيم بأن يكون عمادا للتقدم وعمادا للنهضة. ومن ثم ونحن في هذا الشهر العظيم لابد أن نؤكد على قيمته، ولابد أن نؤكد على فضله، وأن هذه الأمة لابد أن تعي أن رمضان هو شهر التغيير إلى الأفضل، فأمة لديها رمضان، وأمة لديها العشر الأواخر، وأمة لديها ليلة القدر، قادرة على أن تغير من نفسها، قادرة على أن تعتمد على نفسها، قادرة على أن تتقدم صوب الأمام، قادرة على أن تأخذ الريادة والتقدم إن هي أرادت وإن هي تمسكت في العالم كله، ولا أن يعني تعود إلى الماضي كلما تحدثت أو تتذكر الأيام السوالف لما كانت الأمة الإسلامية هي الأمة الأولى وهي التي لم تسبقها أمة على الإطلاق.
نعم، أيضا كان هناك تكريم للفائزين في المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم. يعني أهمية هذا التكريم ومن جانب الرئيس لحفظة القرآن الكريم في هذه المناسبة كيف تراه، خاصة أنه يعني الرئيس أكد على أنه أو على رغبته في أن يكون القرآن رفيقا لهم في سلوكهم الطيب والعمل بقيمه العظيمة؟ يعني يأتي هذا التكريم لأهل القرآن ولحفظ القرآن من أهله إلى أهله، من أهله سيادة الرئيس إلى أهله، وهم الحفظة وهم الحملة وهم الذين ينشرون معاني القرآن في ربوع الأرض. ومما لفت الانتباه يعني تكريم سيادته للأسرة القرآنية الحافظة الحاملة لكتاب الله، وهم الأشقاء الثلاثة الذين حرصوا على أن يتوسطهم سيادة الرئيس في صورة تذكيرية تمثل يعني تشريفا لهم في هذه الليلة العظيمة وفي هذا الاحتفاء العظيم. ولماذا القرآن؟ لأن القرآن هو منهاج حياة. ولماذا القرآن؟ لأنه أسلوب تعامل. ولماذا القرآن؟ لأنه كتاب فهم وكتاب تأمل وكتاب تفكر. ودعني سيد الكريم أؤكد على حقيقة قد يتغافل عنها الناس جميعا، أن القرآن هو الكتاب الأوحد من بين الكتب السماوية الذي أعلى من قيمة العقل وأعطى العقل ما لم يعطيه كتاب آخر. ويكفيك أن تتأمل في نصوص القرآن فتجد أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن العقل وأدواته وكيفية استخدامه في أكثر من 1000 آية في النص القرآني الحكيم. نعم. ليست هي رسالة قاصرة على فقه أو على عقيدة أو على سيرة، بل هي رسالة شاملة لكل معاني الحياة، فقها وشريعة وسيرة وعقيدة ومنهج حياة وأسلوب تعامل أيضا. نعم، أيضا كانت يعني مناسبة الاحتفال بليلة القدر فرصة لتأكيد الرئيس على أهمية العمل الدؤوب، حيث قال أنه طريق العمل الدؤوب والكفاح هو السبيل لمن ابتغى السداد والنجاح. يعني أهمية ربط العمل الدؤوب بهذه المناسبة والتعريف بأن الهدف في النهاية سيكون هو النجاح، أو لمن يبتغي السداد والنجاح من خلال هذه القيمة، قيمة العمل. نعم، يعني كلنا يعلم أن الإيمان وأن الدين وأن الشرائع كلها لا تكمل ولا تتم إلا بالعمل، وعلى الأخص العمل الصالح. ولذلك وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن العمل ويقرنه بالصالح في أكثر من 50 آية في النص القرآني الحكيم العزيز القاطع المحكم. بل إن الله سبحانه وتعالى يؤكد أننا في أعمالنا لابد أن نراقب الله سبحانه وتعالى، لأنه مطلع علينا، وهذا انطلاقا من قوله الخالد: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل هو عماد بناء الأمم وعماد تقدمها، ونحن في أشد الحاجات لأن يعني نستنبط من رمضان ومن ليلة القدر في رمضان ومن العشر الأواخر التي يجد فيها المسلم ويجتهد فيها المسلم لنيل الثواب، أن نسقط هذه المعاني في حياتنا الدنيوية. كل في عمله، كل في مدرسته، كل في جامعته، كل في مؤسسته، كل في مصلحته. فلا تقدم للبلاد بالتواكل ولا تقدم للبلاد بالتكاسل، وإنما تأتي الأديان لتؤكد على هذا التغيير الهائل والجذري في الوجوب أن يعمل الناس كلهم يدا واحدة وصفا واحدا نحو جد ونحو اجتهاد بعزيمة لا تلين، انطلاقا من رسالة الإنسان التي خلقه الله من أجلها، لما قال سبحانه وتعالى: أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي عبادة ثم إعمار للأرض، لما خاطب الملائكة في شأن أبينا آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة لعمارة الأرض ولإصلاح ما أفسده من قبلنا. نعم، أشكرك دكتور محمد العربي، عضو رابطة العالمية للأزهر الشريف. وينضم إلينا هاتفيا الشيخ عطية محمد عطية، العالم بالأزهر الشريف. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك بخير، والأمة الإسلامية والعربية بخير ويمن وبركات. يعني مناسبة الاحتفال بليلة القدر مناسبة سنوية يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على حضورها، ويعني إلقاء كلمة في هذه المناسبة.
برأيك أهمية التأكيد على التعريف بصحيح الدين ونشر تعليم الإسلام الوسطي وتأكيد الرئيس لذلك واهتمام رجال الدين أيضا بتطبيق ذلك، يعني أهمية ذلك في مقاومة دعاوى التطرف والإرهاب والأفكار الغريبة ومواجهة التشوهات التي يطلقها الغرب بشأن الدين الإسلامي، كيف ترى؟ طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاحتفال السنوي بليلة القدر وتكريم السيد الرئيس لأهل القرآن ده دليل أو يدل دلالة واضحة على مدى اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته. يعني بنقول أن القيادة السياسية توقن جيدا أن أهل القرآن لهم دور عظيم في إنارة الطريق أمام الناس جميعا. صحيح. وأن الطريق لإظهار محاسن القرآن تظهر أولا وقبل كل شيء كما تكلم السيد الرئيس عندما يتخذه الناس منهج حياة وخاصة أهل القرآن. فطبعا السيد الرئيس تركزت الكلمة في نقاط غاية في الأهمية، تكلم عن أن حفظ القرآن مطلوب لكن إتمامه يكون بحسن الفهم للمعاني لمقاصد القرآن العليا للتحلي بالأخلاقيات أخلاقيات القرآن وأن احنا ننفي التعاليم المستمحة ان احنا ننبذ من خلال فهم القرآن للفرقة والتعصب الأعمى. كل الكلام ده طبعا كان من خلال الكلمة التي جمعت يعني مفاهيم كثيرة نحتاجها كدولة إسلامية او كدول إسلامية وكحفظة لكتاب الله تعالى، لان الحفظ في حد ذاته يكون بداية من الحفاظ على جوهر الدين. صحيح. والخطاب الديني المستنير هو أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف. يعني بالزبط. كمان السيد الرئيس تكلم في إعلاء لغة الحوار، ترسيخ أسس المواطنة، وده اللي بيحقق الأمن والسلام لنا في المجتمع المصري أو الأمة الإسلامية والعربية والعالم كله. نعم نعم. كان هناك أيضا يعني شكر للرئيس على عنايته بعمارة بيوت الله، كيف ترى دلالة ذلك وأهمية ذلك؟ طبعا هي مصر حملت على عاتقها الاعتناء بالمساجد العامرة ومراكز الإشعاع والصرح الديني الشامخ، وذلك حتى آخر ما تم افتتاحه ومركز مصر، مركز مصر الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم وعدد من الأنشطة فوق 10,000 مسجد في خلال أشهر محدودة، ده كله بيضاف إلى سجل تكريم القرآن ودولة القرآن ودولة الدولة التي تهتم بالتعاليم وبالدين الإسلامي وبجميع الأديان، تهتم بدور العبادات، وده الحقيقة اللي احنا بنلتمسه من السيد الرئيس بتكريمه دايما للفائزين في المسابقات العالمية، وأصبح الاهتمام ليس في جائزة فقط للحفظ ولكن جائزة بتتعدد في فهم معاني القرآن، مثلا في الحفظ مع التفسير، في الحفظ بالقراءات السبع، في الأسر القرآنية. كل الكلام ده بيبني الدولة المصرية من خلال دور العبادة، ومن يقوم الناس في دور العبادة أو من يتكلموا مع الناس في دور العبادة، ودول عنصرين مهمين جدا بيهتم بيهم السيد الرئيس، وده دليل على عناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.
تمام. أيضا كان هناك نداء في هذه الاحتفالية من جانب شيخ الأزهر بوقف الاقتتال وسفك دماء المسلمين، أهمية التأكيد على غاية الإسلام السمحة من الرخاء والازدهار والسلام للأمم، وما يتفق أيضا مع سياسة مصر الخارجية في نشر السلام أيضا. طبعا أستاذنا الكريم، إحنا ديننا دين سلام. الله تعالى اسمه السلام، تحيتنا اسمها السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث برسالة الإسلام، والإسلام هو السلام. نحن سلم مع من سالمنا. هناك من يظن أو يكذب ويفتري على الإسلام بقوله أن الإسلام انتشر بالسيف، والحقيقة أن الإسلام انتصر على السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتشر بالسيف، إنما انتصر على السيف هذا. نعم. في الدنيا، فمن قام في سلم وسلام في الدنيا أجر على ذلك بدار السلام يوم القيامة، فجنتنا دار السلام والله يدعو إلى دار السلام. نعم، أشكرك فضيلة الشيخ عطية محمد عطية العالم بالأزهر الشريف. فضيلة الإمام الأكبر، إلى ملفنا الثاني في هذه الساعة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن مصر حريصة على استقرار الأوضاع في السودان وغيرها من الدول، مشددا على حرص مصر على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. جاء ذلك خلال ترأس الرئيس السيسي لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة. يعني مصر كانت دائما حريصة خلال يعني السياسات الخارجية خلال السنين يكون دائما عنصر متوازن ومختلف جدا في إدارة سياستها مع القضايا المنتشرة. لو شفت حتى خلال يعني الشهور اللي فاتت الأوضاع اللي كانت موجودة في القبطة ومدينة الأقصى والقطاع، كان دايما مصر تكون بدور إيجابي جدا يعمل إلى الحفاظ على الأحياء وعدم تصعيد الموت. ويحدث في السودان إحنا كنا وصلت بينا ممكن تكون بنسمعها اللي هو الوقت الداخلي شأن داخلي للسودان، ولا ينبغي أبدا أن يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيل يعني إسراع الدور فيه بشكل يعني مش مناسب لا للدولة السودان ولا حتى للمنطقة هناك. وعشان كده احنا بنجينا موقف برضه بقول تاني من صعوبتنا ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول، لان احنا نعتبر ان كل دوله لها خصوصيتها في اداره سياستها الداخليه واوضاعها، وبالتالي ما كانش تعاملنا مع هذه الدول يهدف الى البناء والتنميه والتعمير بعيدا عن التدخل في شؤون هذه الدول. اللي انا باكد انه برضه ما زال هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يتغير، عدم التدخل في شؤون الدول. ان كان في دور نعمله زي دور وسط، زي دور لعب دور ايجابي في الموقف لاحداث هدوء استعاده امن وسلام استعاده استقرار بين الفرقاء في دوله السودان او في غيرها، ده الدور اللي احنا ممكن مستعدين نلعبه. ويمكن انت شفته اللي خلال يعني من الايام القليله من 3 4 سنين اللي فاتوا كان لينا اتصال مع امين عام
الأمم المتحدة ووكيلة لباب بحرين، يعني السعادة بالوجود هو الجلوس إلى مائدة الحوار بين يعني الأشقاء في دولة السودان، سواء كان الجيش السوداني أو فوق دعم السلام، مش من مصلحة السودان أبدا ولا استقرار في اقتتال داخلي بين الأوروبيين. ومهم أوي يعني الجلوس على مائدة المفاوضات والحديث ويقتضون في الأول كل حاجة تطرح على يعني على مائدة التفاوض والوصول بها إلى إجراء يدرب السودان مزيد من التضامن. إحنا شفنا إن خلال السنين اللي فاتت في دول تانية لما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو يعني اللي كان موجود إن الدول دي ما استقرتش ودفعت تكلفة كبيرة جدا جدا من أمنها وسلامتها واقتصادها وفقدت وقت سريع جدا جدا كان ممكن يتم استثماره في البناء والتنمية بتاعتنا. وبالتالي احنا عشان نسجل هنا ونأكد هنا إن احنا في مصر لا نتدخل أبدا، وده كلام سائد تنظيمش في شؤون الدول، لأن احنا بنعتبر إن التدخل إن ما كانش إيجابي فهو تدخل مش لمصلحة العلاقات ولا مصلحة الدولة دي والتاريخ التاريخ. دايما هيسجل لينا المواقف دي، لو كانت مواقف سلبية هيسجلها لينا، ولو كانت مواقف إيجابية هيسجلها لينا. واحنا حريصين على إن احنا يعني نبقى دايما السياسة المصرية سياسة الموت تتسم بالتوازن والاحترام. ده فيما يخص التطورات الأوضاع. لو جاي نداء أقول، وأنا قلت الكلام ده مع الرئيس الفاتور وقلت له احنا مستعدين مع بعض إن احنا نكون وساطة مع أشقاء في السودان وصولا إلى الهدنة ووصولنا للتفاوض بين الأشقاء وما زال هذا الأمر قائم وبنجري والاتصالات لا تنتهي لا بالجيش السوداني ولا بقوة التدخل السوداني. احنا على اتصال مستمر بيهم من أجل حثهم من أجل تشجيعهم على إيقاف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين ووصولا إلى تفاوض يؤدي إلى إستعادة استقرار المملكة. دي نقطة تانية مهمة أوي برضه إن أنا أقولها دلوقتي، إن يمكن من ضمن الاتصالات المكثفة اللي إحنا بنعملها هو التأكيد على أمن وسلامة عناصرنا الموجودة في السودان. العناصر دي كانت موجودة طبقا للبروتوكول بين قضية الدولة السودانية بتدريب المشترك، وده أمر مهم أوي إن إحنا يبقى واضح لينا كلنا، مش لينا إحنا كعسكريين، لا واضح لينا إحنا كدولة، إن الناس تبقى فاهمة إن الناس كانت موجودة هناك فين. أبدا ده مهم ان اكد ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد، لا ده كلام مش مظبوط. فباكد ليكم وانتوا عارفين، لكن باكد ليكم وباكد اللي ممكن يكون خايزين ممكن يسمعنا، لا الوقت ما كانتش موجوده انا كنت قوى رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط وليس ابدا ابدا لا يتم تدعم حد بالحد. فاحنا برضو يبقى احنا نكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان وصولا الى وقت اطلاق النار في الدول او الهدنه من القوات المتصارعه يعني او منطقتنا، ثم التفاوض من اجل الوصول الى حل من هذه الازمه في اسرع وقت ممكن حقنا لدماء السودان وحقنا لمزيد من التضامن وعدم الاستقرار في السودان. النقطه الثانيه برضه احنا في نفس المستوى اتصالاتنا من اجل التأكيد على أمن وسلامة هذه العناصر المسيرة المصرية الموجودة هناك في السودان، وذلك السودان كما يمكن من خلال تصريحين ثلاثة لأنهم قائد قوة الدعم السريع اللي هو القوات في أمن وسلام تحت مسؤوليته الشخصية، وده أمر يعني تم تأكيد لنا حتى من خلال اتصالات المختلفة، ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت. انا حبيت بس ابدا كلامي لكم زي ما قلت كده باستمرار ملخص عن الموقف في المختلفة بمناسبة مقر المجلس وبمناسبة اعياد 25 جنيه، وكل سنة وانتم طيبين لهذه الايام الكريمة والعيد على الباب، وربنا سبحانه وتعالى يعني محيط المنطقة بالأمن والسلام
وتستعيد منطقتنا بالاستقرار اللي احنا اللي تستحقه ان شاء الله. شكرا. ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفين الاستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير الاهرام. برحب بك استاذ جميل. اهلا بحضرتك. من خلال متابعتك لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترأسه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في ظل الظروف الراهنه في السودان، يعني الرسائل التي ارسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا الاجتماع للداخل وللخارج؟ هو طبعا رسائل واضحة ورسائل مهمة جدا وفي توقيت مهم جدا. رئيس الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل أنه يكون هناك رؤية واضحة لما يحدث طبعا في الأراضي السودانية، وبالتأكيد من أجل أيضا تأمين الحدود الاستراتيجية المصرية والتأكيد على تأمين الوضع في الحدود الاستراتيجية المصرية. لكن الرئيس أكد على نقطتين مهمين جدا، وهو النقطة الأولى هو مصر لا تتدخل في شؤون أي دولة كانت، ولا تتدخل في شؤون السودان، ولا تقف مع طرف ضد طرف آخر. ما يحدث في السودان هو شأن داخلي فقط سوداني فقط، ومصر تتحرك من خلال مساعي الوساطة، من خلال الاتصالات مع الجهات الأجنبية أو الاتصالات مع في الداخل السوداني من أجل إحداث وساطة من أجل حل هذه الأزمة. شفنا الرئيس منذ بداية الأزمة تحدث مع الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان، وتحدث أيضا مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل حل أو الوصول إلى حل لهذه القضية. وهناك مسارات دبلوماسية أخرى عن طريق وزير الخارجية ولقاءاته المتعددة، لكن الرئيس يؤكد وعلى أن مصر لا تتدخل في الشأن السوداني وما يحدث هو شأن داخلي. النقطة الثانية اللي أكد عليها سيادة الرئيس أن العناصر القوات المسلحة المتواجدة في على أرض السودان هي عناصر من أجل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وهناك بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والسودان خلال الفترة الحالية. كان هذه الجنود كانت متواجدة، هو الأفراد كانوا متواجدين من أجل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مرتب لها مسبقا، يعني في ترتيب مسبق لها وفي إعلام عن هذه المناورات تم من فترة مسبقة. وعلى الجانب الآخر هناك المساعي المصرية من أجل حل هذه الأزمة، من أجل أن في النهاية الخاسر هو الشعب السوداني. لا يوجد هازم أو مهزوم، الجميع خاسر في هذه المعركة. الشعب السوداني هو في الوقت الحالي الذي يعاني. هناك 16 مليون مواطن سوداني يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى الدعم، يحتاجون إلى الإمدادات، إنها تدخل اليوم إمدادات غذائية، إمدادات صحية وخلافه. مصادر الطاقة تأثرت بشكل كبير. إذن هناك أزمة حقيقية تحدث، لأن ما يحدث هو حرب داخل مدن والشوارع السودانية، مما يؤثر على المدنيين. نعم. مما يؤثر على الاستقرار داخل السودان. نعم، أشكرك أستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير الأهرام. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، حيث استعرض محاور الخطط الأمنية على كافة الأصعدة والمستويات. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه في شأن حماية أمن وسلامة المواطنين. قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات وحالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وتابع سيادته مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية
محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ووجه إلى مواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد على الوجه الحضاري للبلاد. كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. وأشار الوزير إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات بما يعكس الأداء الأمني المتميز للشرطة. ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية. وأكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تطلع بها وزارة الداخلية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة التحليلية النية المباشر. أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتي، إلى اللقاء.